مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من المواقف الإنسانية الرائعة التي يحرص فيها البشر على مساعدة الحيوانات التي تمر بمواقف صعبة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. سقط صغير السنجاب من على شجرة وقد بدا خائفا للغاية، لكن من حسن حظه أن أحدهم عثر عليه واعتنى به إلى أن أصبح قادرا على العودة للطبيعة مرة أخرى. كاد هذا الكلب أن يموت مختنقا بعد أن حشر رأسه داخل الأنبوب، لكن هذا الرجل أنقذه قبل فوات الأوان. أثناء الاستراحة بعد إخماد الحريق، قام رجال الإطفاء بتقديم الماء لهذا الغزال الذي أصيب بالجفاف بسبب الحرارة المرتفعة. من حسن الحظ أن أحدهم عثر على هذا القط العالق بالسكة الحديدية وحرص على رعايته إلى أن تعافى. تخلص أحدهم من هذا الجرو بطريقة غير إنسانية، وذلك برميه في القمامة داخل كيس بلاستيكي، لكن بفضل شخص آخر طيب القلب حصل الجرو على فرصة للحياة. تم التخلص من هذا الجرو أيضا على جانب الطريق، لكن أحد السائقين لمحه فقرر اصطحابه إلى المنزل. أثناء رحلة في الغابة، عثرت إحدى الفتيات على أنثى خفاش عاجزة عن الطيران بسبب تعرضها لإصابة، وأثناء ذلك كان صغيرها متواجداً أعلى الشجرة، وقد قررت الفتاة نقل أنثى الخفاش وصغيرها إلى عيادة بيطرية للحصول على الرعاية اللازمة، وبذلك لن يضطر الصغير للعيش دون أمه. يبدو أن الطيارات القوية جرفت صغير الفقمة بعيداً عن أمه، وبفضل هذين الرجلين تم نقل الصغير إلى مركز خاص برعاية الحيوانات، حيث سيبقى هناك إلى أن يصبح قادراً على الاهتمام بنفسه. لا نعلم كيف انتهى الأمر بالقطة في هذا المكان، لكن البشر متواجدون دائماً لتقديم المساعدة. من الواضح أن هذا الثعلب لم يشرب الماء منذ فترة طويلة. إذا رأيت طائراً يقف بجانب فتحة تصريف المياه، فذلك يعني أن الصغار عالقون في الأسفل.
كان الجرو على وشك الغرق، لكن شخصا ما متواجد دائما لتقديم المساعدة. حتى أسماك القرش المفترسة بحاجة للمساعدة أحيانا، خاصة عندما تعلق بعض الأشياء بأنيابها. وهنا لدينا قرش آخر بحاجة للمساعدة. تم العثور على هذا الكلب في إحدى الغابات الروسية، والواضح أنه تعرض لحادث مؤلم جعله يفقد فكه العلوي. صحيح أن الكلب قادر على تناول الطعام رغم تلك الإعاقة، لكن نقله إلى ملجأ خاص بالكلاب كان أفضل حل لجعل حياته أسهل. ليست القطط وحدها من تعلق فوق الأشجار، يمكن أن يحدث ذلك مع الدبابة أيضا. وكما تتم مساعدة القطط في مثل هذه المواقف، فإن الدبابة أيضا تحصل على المساعدة. تطلب إخراج هذا الكلب من الحوض المائي عدة محاولات متتالية، والمهم هو أن العملية نجحت في النهاية. لا أحد يعلم كيف انتهى الأمر بصغير الغزال داخل هذا الخزان في أحد مواقع البناء، ورغم أن الإمساك به كان صعباً إلا أن العمال تمكنوا من ذلك. يبدو صغير الثعلب سعيدا بعد نزع العلبة المعدنية من على رأسه. وفي الأخير بقي هذا الكلب في المنزل وحيدا لفترة طويلة بدون طعام، لكنه استعاد عافيته بسرعة بعد أن حصل على الرعاية اللازمة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات. ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.